صباح الخير يا ميس، كيف حالكم؟ اليوم رح نحكي عن خدمة نباتات الزينة. بالبداية رح نحكي عن احتياجات النباتات والنباتات لإيش تحتاج. أول إشي النباتات تحتاج مثل باقي النباتات إلى ماء وهواء وأشعة شمس. ليش النباتات تحتاج إلى أشعة الشمس؟ تحتاج النباتات إلى أشعة الشمس لتقوم بعملية البناء الضوئي اللي بتساعدها على إنتاج غذائها. تمام يا ميس، رح نبلش نحكي عن خدمة نباتات الزينة. تحتاج نباتات الزينة كغيرها من باقي النباتات إلى خدمات زراعية مختلفة لكي تنمو وتنتج جيدا وتصبح عندها عملية الإزهار أفضل. تشمل خدمة النباتات على أكثر من نقطة. بالبداية رح نبلش بالعزق. مين يحكي لي يا مس شو يعني عزق؟ ما حدا بيعرف؟ هلا انه تعرف شو يعني عزق. رح نتعرف كمان على شغلة بتحتاج النباتات اسمها التعشيب. مين بيعرف شو يعني التعشيب؟ اكيد كلكم تعرف شو يعني التعشيب. اكيد مرينا يا مس من عند حديقة، مرينا من عند راعي للأغنام، من عند مثلا إذا إحنا بالبيت زارعين أحواض وفيها زريعة بنمو جنب الأشجار بالعادة أعشاب. هاي الأعشاب بتكون مضرة للنباتات. إحنا إيش نعمل بهاي الحالة مس؟ نعمل على عملية اقتلاء هاي الأعشاب. هاي العملية اسمها التعشيب. تجري عملية التعشيب باليد أو بواسطة أدوات زراعية مثل المنكاش أو الفأس أو المجرفة. عملية العزق يا مس شو؟ هلا نتعرف مع بعض. عملية العزق هي تفكيك سطح التربة. هلا يا مس احنا بنشوف حوالي الاشجار دائما شو بيكون عنا؟ بتكون التراب هيك متماسك على بعض ومبين كانه حجاره، بيكون تراب لكن متماسك. احنا شو بنعمل؟ بنقوم بعمليه تفكيك سطح التربه بعمق 2 الى 7 سنتيمتر لجمع التراب حول سقان النباتات وزياده تثبيتها. فالعزق هو تفكيك الطبقه السطحية للتربة مما يؤدي إلى فائدة العزق يا مس شو؟ بيؤدي إلى تهوية التربة، يحفظ الرطوبة داخلها ويقلل فرصة إصابة النباتات بالأمراض. وهيك يا مس بنكون إحنا خلصنا درسنا. أي حدا حاب يسألني أي سؤال إحنا جاهزين. وأعطيكم ألف عافية يا سادة، شكرا لكم.